عشان كذا اقول لكم محتاجة عربية. شفتوا كيف يستهبل ذا؟ طيب اليوم جايب لكم السلسلة المنتظرة، سلسلة إعادة بناء اي سي ميلان. بعد تقريبا شهر من نهاية سلسلة إعادة بناء برشلونة، نبدأ الآن بالموسم الثاني من إعادة البناء في فريق ميلان طبعا هذه المرة. والسلسلة هذه بتكون جميلة، عطيتها إضافات أنا، زائد أنتم راح تشاركون في هذه السلسلة في أشياء أنا بقول لكم إياها بعد شوي. بس قبل ما نبدأ مقطع اليوم وأقول لكم الأشياء المهمة، لا تنسى تسوي لي فولو في تويتش وتشترك في القناة وتشيك على قوائم التشغيل الجديدة اللي أضفتها للألعاب التختيم عشان تسهل لك الموضوع انك تشوف يعني مقاطعي وزي كذا. لو تبغى كارير محدد زي كذا راح تلقاها في القناة. واقول لكم وش الشروط اللي انا حاطها، انا عندي شروط وعندي تحديات. الشروط انا حطيتها، التحديات انتم راح تكتبوا لي تحديات في الكومنت وانتم اللي بتحددون التحديات في هذه السلسلة. فانا حطيت لي شرطين زائد اضافتين على التشكيلة. الشرط الاول راح يكون التشكيلة الاساسية ما يكون فيها الا 5 اجانب بس والبقية ايطاليين، 5 اجانب و6 ايطاليين بس، هذا اللي عندنا يعني. اما البقيه يكونون ايطاليين في التشكيله الاساسيه، بس ما عندك مشكله انه يكون لاعب اكثر، يعني يكون في اكثر من اجنبي في الدكه، بس لازم اذا جيت ابدل ابدله باجنبي. اهم شيء التشكيله الاساسيه ما يتجاوز عدد الاجانب فيها 5 اجانب بس. ثاني شرط، لازم اجيب لاعب من اكاديميه ميلان يكون ايطالي وراح يلعب في التشكيله الاساسيه طول الموسم وراح اطوره في هذا الموسم. بعد شوي بروح نشيك على اكاديمية ميلان 100% فيها لاعب ايطالي ويكون قوي اكيد يعني، فهذا اللاعب لازم يبدا اساسي من اول مباراة الى اخر مباراة. الهدف مو بانه يلعب اساسي، الهدف ان احنا نطوره. خلصنا من شرطين، انا حطيت لنفسي شرطين بس لان بضاف عليها تحدياتكم انتم. الان خلوني اقول لكم اضافتين على التشكيلة، اكيد عرفتوها من العنوان. اول اضافة رجعت زلاتان جونيور. لو تلاحظ عندنا زلاتان ابراهيموفيتش هنا، عندنا زلاتان جونيور، طبعا ما اعطيته كامل قوة زلاتان جونيور اللي طلع فيها في نهاية سلسلة ابراهيموفيتش، لا، حطيته 86 بس، حطيت تقريبا نفس المعلومات الا الطاقات لعبت فيها شوي وخليته 86. ثاني اضافة عندنا واتوقع انه طالع هو في الشاشة الان، باولو مالديني يا عيال، ينزل لكم احلى مالديني. قررت اني اضيف ايكون من ايكونات ميلان على هذه السلسلة اللي هو مالديني، طبعا خلوني استعرض معكم مالديني الكابتن، هذا هو مالديني. بناخذ نظرة اقرب على وجهه وسط يعني في الجيم عشان يبين لكم شكل مالديني اكثر. طبعا عمره 35، فهمتوا عمره 35 هذه بتسبب لي مشكلة، بس عاد شو اسوي؟ حطيت له طاقات مالديني البرايم وطلع 89 في النهاية، ما ادري ليش المفروض يطلع 94. شايب شوي، على العموم هي يعني موسم واحد فهمتوا مع ميلان، بس ما عندك مشكلة. الحين يجي دورك انت كمتابع، ابغاك تكتب لي تحديات اسويها في هذه السلسلة، بس يعني خلونا نبدا الان بالتعاقدات، وانا افضل انك تكتب التحديات بعد ما تشوف ايش التعاقدات اللي بسويها عشان تقدر تحكم علي. فبسم الله، اول شيء بسويه في حلقة اليوم ابغى اتخلص من اللعيبة اللي ما منهم فايدة. طيب اللعيبة اللي ما منهم فايدة عندنا، هذا ما منه أي فايدة نضيفه في قائمة الانتقال. الدنماركي هذا ما منه أي فايدة أنا أشوف الصراحة خلاص، فأنا أقول إني أبيعه. هذا بنخليه حتى لو يقعد في الدكة ما عنده مشكلة. مالديني الأسطورة موجود، توموري راح أخليه. عندنا توناليا بتركه، بترك أبترك توناليا، بترك كيسييه، بترك هذا برضو، والمحاور يمكن أحتاجهم فهمتوا. عندنا ذا ما منه فايدة برا النادي، برا النادي اللي ما منه فايده على طول راح ينطرد. ابراهيم دياز اتوقع اني بسوي له انهاء الاعاره، بس اصبروا اصبروا اصبروا، ما ابغى استعجل شوي لان اشوف التشكيله. خلونا اوكي، وهذا ولد مالديني ولا. عندنا ريبيتش مع السلامه برا النادي، وعندنا هذا ما منك فايده انت الصراحه فبرا النادي برضو للبلجيكي. ولا ما في الا انت اردبليو، لا لا اصبر اصبر اقعد 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 في الوقت الحالي اقعد، انت اللي ما منك فايده والله يا الاسباني. عندنا ابراهيموفيتش، جيرود عندنا هنا برضو، يلا يلا جيرود يلا، برا برا النادي برضو ما عندنا وقت حنا. هذا هو زلاتان جونيور يا عيال، سويت عليه بعض التعديلات يعني كانه مر زمن يعني عن زلاتان جونيور. طيب الان رحله البحث عن اللعيبه الايطاليين، فاول تعليم بعطيه هذولي اللي هنا، شيل هذه كلها، شوف ابغاه اي مركز، ابغاه جوده الفريق الاول. طيب خلونا نشوف الاكاديميه الحين، اكاديميه الشباب فيها لاعب ايطالي، فيها لاعب مصري، في لاعب ايطالي، هذا هو، هذا اللي ابحث عنه الموهبه. وش ذا احس باسمه، وش ذا لسمنت اصعب من ابراهيموفيتش، زيري من زبده حوسه ذا. بتشوفوا شوفوا ذا، هذا بسوي له تصعيد الى الفريق الاول. قايل لكم 100% راح القى لاعب ايطالي فهمتوا، اللي هو هذا موهبه ايطاليه راح يلعب وراح نطوره طول هذه السلسله. طيب الحين التشكيله فيها زلاتان جونيور الاجنبي الاول، عندنا ابراهيمي الاجنبي الثاني، كيسييه الاجنبي الثالث، عندنا هنا اجنبي وثيو اجنبي. طيب انا لازم استغني عن واحد، لا انت اجنبي برضو، جنسياتك انت
البرازيل هذا أجنبي، هذا أجنبي. يعني اللي أحتاجه الحين أحتاج كام؟ أحتاج كام إيطالي وار إم إيطالي، فهمتوا؟ عندنا فيراتي يا عيال، وش رايكم؟ اقسم بالله فيراتي مجنونه، بروح اتعاقد معه الحين. ماركو فيراتي يا عيال من باريس، اتوقع احد اقوى الخيارات اللي موجوده حاليا من اللعيبه الايطاليين. طبعا انا اتكلم، خلوني احط في البحث ايطاليا ونبدا نبحث عن اللعيبه الايطاليين. والله يا عيال عندنا كيزا، بس كيزا للاسف انه رايح اعاره، فهمت؟ لليوفي. عندنا باريلا، بس دقيقه، لا بس رزحمة عندي في الوسط، لا ما احتاج باريلا. هذا ممكن ينفعنا كار ام ايطالي، فهمتوا؟ جورجينيو، بس لا جورجينيو بطيء، فهمتوا؟ ما ينفع. انا الصراحه اشوف ثيو هرنانديز زائد الحارس، هذول اثنين مره مهمين، فمستحيل اني اغيرهم. طيب الان لازم هذا يطلع برا، فهمتوا؟ ندخل واحد ايطالي، ما عندي اي احد ايطالي. فلورينزي اجل بيلعب مؤقتا يعني. عندنا توموري، راح تمسك الدكه يا توموري، ما انت بايطالي، فهمت؟ فيكون عندنا عدد الاجانب في تشكيله واحد اللي هو الحارس، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أوكي، فيكون عندنا خمسة جانب الآن في التشكيلة. أوه، إبراهيموفيتش دخل وسجل، أعطانا الفوز. تبدل، طلع الولد ودخل الأبو. يا سلام يا سلام، والله نودي فيك يا شيخ، بس إنك معار يا كيزا، ولا كان جبتك. أوكي، نبدأ مفاوضات مع فيراتي مع الخليفي. الله يستر الله يستر، إن شاء الله تمر المفاوضات سليمة. يعني 79 أتوقع أني بعطيك 85 يا فيراتي. ولا تدري عشان ريتنج 87 بعطيك 87 مليون. ما ادري ايش الرابط العجيب. 100، او لا اصبر واجد. 109 بعد. طيب شوف، بعطيك 90 واسوي له مبادله لاعب، واعطيه مثلا قلب الدفاع اللي ما احتاجه اللي هو هذا، فهمتوا؟ ورجعها 87. ها اوكي، موافق. ماركو فيراتي اول تعاقداتنا في هذا الصيفيه. ويلكم يا فيراتي. طبعا اسحبوا على شكل المدرب، تسليكي شكل المدرب. هلا والله في نادينا يا فيراتي. طيب فيراتي بيكون عندنا بدال تونالي، فبطردك انت. انت متى بايطالي صح؟ انت متى بايطالي؟ البوسنه والهرسك برا البوسنه والهرسك بالخرابيط. وانا فيراتي هنا موجود. طيب الان احتاج ار ام ايطالي، يكون ار ام ايطالي. هذا انا عارضه ولا الا لا؟ هذا عارضه. شوف الجرأة عند تشيلسي. يلا بس ثيو هرنانديز اقول لكم قطعه اساسيه في مشروعنا الرياضي. زلاتان جونيور يسجل. طبعا زلاتان جونيور معروف، اللي ما يعرف زلاتان جونيور يرجع تابع سلسله زلاتان ابراهيموفيتش الموجوده في قناتي. ريبيتش برضو من اللعيبه اللي انا عارضهم، بس اصبر، هذول عارض لي 35 مليون بس. خلوني اعدل العرض واحاول ارفع السعر شوي. ابى ارفع السعر ل 40 مليون. 5 مليون في الجيب، والله مصمم على 5. اقول انه خلونا نقبل. حسيت انه بيزعل ويقوم. والله يا افكر بار ام، ار ام يكون اجنبي، والكام هنا اجيب كام ايطالي، فهمتوا؟ ممكن نكون نستعمل تونالي، مع ان تونالي ما احسه مره ممتاز انه يكون ككام. الحين فضى عندي اجنبي واحد، ولا كم اجنبي في التشكيله؟ واحد زلاتان جونيور، اثنين كيسيه، ثلاثه فيو، اربعه اللي هو الحارس. بقالي اجنبي واحد يمديني اجيبه كار ام، فضيت هذا المركز الار ام. ساتر يا ساتر يا اللعيبه، عطنا. عندنا ديابي احد الخيارات الممتازه يا عيال، ديابي والله بيكون اسطوري. عندنا برضو جيلسون مارتينيز، اما 78 لا اذلف لا كنسل جيلسون مارتينيز. تم بيع ريبيتش، ممتاز. وتم بيع الاسباني هذا، يا سلام. اوكي، رحت ابحث عن لعيبه اكثر وجتني فكره فودن. فكره فودن تقول ان نجيب فودن، واصلا بيب حوله للدبليو الله يجزاه خير، فاجيب فودن وحول الار ام، او اني اخليه يلعب الدبليو وحول الموهبه الايطالي ار ام. وعندنا ساكا، فانا والله يا لاني محتار بين فودن ولا ساكا. ساكا ممكن يكون سريع على الطرف. خلونا نجرب مع فودن ونشوف السيتي ايش بيقول بالنسبه للسعر وزي كذا. اذا كان السعر مبالغ فيه والله بروح اجيب ساكا. مقدم له 97 مليون. خلونا نشوف بيب. لا شوف السعر مره مبالغ فيه، مره مبالغ فيه. اوكي، عدلت على السعر، والله مصمل على 145 يا استاذ بيبي جوارديولا، تكفى. طيب بعطيك 25% يا ساتر، والله 150 كثير. بيفكر ويرجع لي، يا قصيدي اذا وافق يكذب علينا ذا. لم يتم قبول عرض فودن. اوكي شوفوا يا عيال، انا اقول اني ما اضيع وقتي مع فودن، ايش رايكم؟ نروح نتفاوض مع ساكا. بالضبط، انا اقول نتفاوض مع ساكا الصراحه. ساكا وش فيكم؟ هذا ساكا ولا؟ اقول خلينا نجيب صلاح، والله من جدي يا عيال خلينا نجيب محمد صلاح، بما اني احتاج انا المركز المضبوط اللي هو ار ام. فلا نضيع وقت ونجيب لاعب سوبر مثل ما جبنا هالند تذكرون من برشلونه، نجيب هذا الان سوبر. 25% يا يورجن كلوب، يا يورجن كلوب. 200 مليون. طيب دقيقه اصبر. 180 مليون. اوه وافق اللاعب السوبر محمد صلاح راح يدخل التشكيله الان. تشكيله مالديني، صلاح، زلاتان جونيور، ويا القوه. لا بس شوف صلاح عاد لا تاخذ فلوس كثيره يا اسطى. اوكي زي كذا ممتاز. محمد صلاح يا عيال،
لاعب سوبر، هو اللاعب اللي بنكون نعتمد عليه نفس ما كنا نعتمد على هالند في برشلونة. يلا يلا بلا فودن بلا بزارين، رح انتو قصت كذي. عندنا محمد صلاح في التشكيلة الآن. خلونا الحين نسوي مراجعة للعيبة الأجانب. عندنا زلاتان جونيور الأول، الثاني صلاح، كيسيه اللي هو الثالث، أوكي من بعد هذا إيطالي، ثيو هرنانديز الرابع، والخامس اللي هو الحارس. الحين مثلا خلوني اشرح لكم في الجيم، اذا جيت ادخل مثلا لياو مثلا ما اقدر ابدله الا بلاعب اجنبي، فما اقدر ابدله مثلا بفيراتي لاعب ايطالي يعتبر مني يعني لعيبه الدوري، فمثلا ابدله بزلاتان جونيور، ابدله محمد صلاح. طيب شوفوا يا عيال، انا شكلي بوقف تعاقدات شوي اوكي، ونلعب لنا اول جوله في الدوري عشان في الحلقه الجايه انتم تعطوني تعاقدات. فاللي ابغاه منك الان تكتب لي تحدي اذا عندك تحدي، ولو ما عندك تحدي اكتب لي لعيبه ايطاليين اتعاقد معهم عشان اطور الايطاليين اللي موجودين في التشكيله. مثلا عطني ار بي ايطالي كويس، عطني مثلا سي بي ايطالي كويس، احتاج برضو كام ايطالي اوكي، احتاج كام ايطالي. فوقت اول ظهور للتشكيله وعوده زلاتان جونيور والعيال، تونالي اليوم راح يلعب كام سبب انه ما عندي كام. فاول ظهور لنا في هذه السلسله، خلونا نبدا خارج الارض. كنت اتمنى في السنسيرو اول مباراه في هذه السلسله ضد فريق سهل، فبحاول ادعس اداس فهمتوا عشان نثبت نفسنا من البدايه. شوف زلاتان جونيور ليش قصير هنا، مو بكان طويل هو في ذيك السلسله. بس قبل ما نبدا شيك لي على مالديني، والله يا ليش فهم مالديني ضبطته صح، والله اني اسطوره. شوفوا ضبطت مالديني، ترى انا اللي مسويه، ترى من جدا انا اللي مسوي مالديني هذا، فاتوقع اني ضبطته. ميلانو ينطلق في اول ظهور، فبسم الله والله اني متحمسه سلسله ميلان هذه. لا تنسى تكتب لي التحديات، ادري ازعجتكم بس شيء مهم هذا. لا 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 اصبر اصبر، شيل يا سلام، اضغط، حلو حلو، اوه عدت على خير عدت على خير. خلونا نشوف من اول لاعب بيسجل الهدف في اعاده ميلان. اوكي بسرعه زلاتان جونيور ركض روح، والله اشتقت لك اقسم بالله اني اشتقت لك. بس وش ذي وش ذي، الله يجزاك خير يعني. سلام يا ثيو، فيراتي فيراتي رهيب يا عيال. اوكي اوكي بسرعه، يا سلام ثيو ثيو للموهبه الايطالي. اوكي محمد صلاح، والله يا عيال ابيها لصلاح بس يلا ما عليه. فيراتي اوكي ارفع ارفع لبو جونيور، زلاتان جونيور معروف بالراسيات. بس يا عيال اللي استغربت منه اني تقريبا حطيت نفس طاقات مالديني البرايم اللي هو 94 طلع في الاخير 89، فما ادري ايش القصه يعني، ففيفا يكذبون علينا ولا وش؟ مالديني الموت يا مالديني. اوكي بسرعه بسرعه، ابو صلاح ابو صلاح يلعب كوره عاليه، ضربت في ذا بس زلاتان وراه سريع ذا، تمسكها بيدك ابو جونيور يا لو وراه سريع ذا، ما كان كذا في ذيك السلسله هذا، وانا ما حطيت نفس الطاقات مضاعفه. ورانا ما سجلنا، ممكن اول ظهور صعب شوي، والله احتاج ار بي احتاج ار بي ايطالي كويس، بس ما ادري اذا فيه اصلا. فيراتي يا سلام يا فيراتي، بسرعه خذها. اوكي مالديني مالديني روح، نهجم مالديني، لا كنسل كنسل، ارجع ارجع مالديني ارجع. والله احس اللعب صعب، بس يعني البدايات صعبه مثل ما تعرفون، تشكيله جديده وزي كذا. بقيت لنا صلاح، يو يا محمد. اوكي شيك لي على مين، شيك لي على زلاتان جونيور هو اللي يرفع، وشوف مالديني شوف مالديني رفع على مالديني على مالديني على مالديني، اول هدف في هذه الحقبه من مالديني، هذا اللي ابيه انا. شكرا لك يا مالديني شكرا. طبعا ما حطيت تكتيكات فهمتوا، جالس اختبر لين اعرف التكتيكات المناسبه للتشكيله. يا سلام كثر لي كثر لي المتبرات الغلط. فيراتي زلاتان جونيور، والله انه خفيف يا عيال. اوكي زلاتان زلاتان جونيور الثاني، عاد ما يحتاج يا زلاتان جونيور. اوكي في تغيير بس بسيط في شكله بس مشوا. الله الله على ميلان، والله يا اني مستمتع اقسم بالله اني مستمتع وانا جالس العب. ودي الشوط الثاني نجرب ابراهيموفيتش، ايش رايكم؟ فانا مضطر اني ابدل اجنبي باجنبي. اوكي مالي الا ذا اطلع بس، ويكون عندنا زي كذا فهمتوا؟ زلاتان جونيور تحول لصانع، فيلا عشان يكون عندنا خمسه جانب، فهمتوا نظامنا؟ فهمتوا النظام؟ ابراهيموفيتش ومالديني وزلاتان جونيور والبو زلاتان، يا ساتر. ومحمد صلاح، ايه اتكسر اتكسر ابو صلاح اقول. مالديني علمهم المرجله، اوكي ضاعت. علمهم المرجله كيف يدافعون، خذ الكوره. لا اخوي ما تنزل. مالديني. اوه جميله. ضاغطينا، والله ضاغطينا.
ابو صلاح، محمد صلاح، زلاتان جونيور، زلاتان جونيور لابراهيموفيتش. اصبر، ابراهيموفيتش لزلاتان جونيور. كانت بتمشي يا عيال. لا لا لا، عشان كذا اقول لكم احتاج عربي. شفتوا كيف يستهبل ذا؟ قال لكم احتاج عربي انا. اصبر، خطيره، ضاعت ضاعت باذن الله، ضاعت. صح عليك يا فيو. زلاتان ابراهيموفيتش، معليه شايب زلاتان ما يعرف. عندنا زلاتان جونيور اصغر منه شوي. صح، خطيره. يا سلام، ابو صلاح، المالديني ثاني مره، والمالديني يا اخي شوت. طيب طبعا انا اكلم نفسي، انا اكلم نفسي الان يوم اقول يا اخي شوت. محمد صلاح، محمد صلاح. طيب يا اخوي طح يا صلاح، طح، مثل مثل عادي، مثل. والله يا عجبني اللعب. اتوقع ان الحكم بيصفر اخر لقطه في المباراه. لا لا يسجلون. اوكي تسلك، بلنتي 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 طبعا لانها لمسه يد. طيب بلنتي بصد ايزي. صفر يا حكم، صفر، اخلص، امسكها وصفر الحكم. انطباعكم يا عيال عن اول ظهور؟ انا اشوف انه ظهور ممتاز. عندي كم نقطه ضعف مثل الار بي، احتاج اغيره واحتاج لاعب كام. زلاتان جونيور 9.9، جوري معروف، يعرفني وانا اعرفه، اعرف كيف طريقه لعبه، اعرف متى يصير غبي متى يصير ذكي، عارفنا. على العموم لعبنا مباراه، سوينا تعاقدات بسيطه، وبترك لكم تعاقدات، يعني انتم اكتبوا لي تعاقدات واكتبوا لي تحديات لهذه السلسله، زائد ار بي وكام. هذا الشيء اللي احتاجه الان، ار بي وكام يكونون ايطاليين، فاتمنى انكم تساعدوني في ذا الشيء. فان شاء الله ان هذه السلسله راح تكون سلسله رهيبه باذن الله، انها راح تكون سلسله خرافيه. لا تنسى قبل ما تقفل المقطع اليوم تشترك في القناه وتسوي لي فولو في تويتش. طبعا معلومه، عندنا تشامبيونز ليج، عندنا تشامبيونز ليج، نعم. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، تسلاك الاشتراك ومع السلامه.